هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغد والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مساء الخير يا أطفال، وش راكم لباس؟ تحبوا العصافير؟ إذن مرحبا بكم في حصتنا عمو يزيد، وكذلك الأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا وحابين يحضروا كما حضرتوا أنتم، ما عليهم إلا يتوجهوا الإنترنت عبر موقعنا بهذا الشكل هذا. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. برك يا أطفال، لما تشاركوا في الحضور في حصة عمو يزيد لازمكم شوية على الصبر، لأن التسجيلات كثيرة وماذا بينا كامل جو تحضروا معنا. مرحبا بكم. إذن كالمعتاد في بداية كل حصة نتكلموا على أيام دولية وعالمية مهمة جدا في حياتنا. في هذه الفترة هذه يوم 6 جانفي كاين اليوم العالمي ليتامى الحرب. عبركم يا أطفال بلي الحرب عندها مخلفات كثيرة، ومن بين المخلفات تاع الحرب هذه طار تعال 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 أرواح أرواح مش بك هام الأطفال أصدقائنا قولهم سلام. إذن مخلفات الحرب يا أطفال كثيرة، ومنها الحروب تخلف الأيتام. إذن في الأمم المتحدة نتوقف دائما في هذا اليوم باش نتكلموا عن يتامى الحروب يا أخي، وعندي لكم مفاجأة من بعد. تحبوا الألغاز؟ إذن أسافر في كل أنحاء العالم بدون جواز سفر، من أنا؟ أعيد اللغز، أسافر جميع أنحاء العالم بدون جواز سفر. على بالي بلي شاطرين يا أطفال، على بالي. فكروا إلى غاية نهاية الحصة، أنتم وأصدقائنا الأطفال اللي يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز بالطريقة التالية. والشاطر يعطينا الحل. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن كما قلت لكم يا أطفال، أسافر جميع أنحاء العالم بدون جواز سفر. على بالي شاطرين، تنفكروا أنتم أصدقائنا الأطفال اللي مشوفوا فينا إلى غاية نهاية الحصة. وقبل هذا رايحين نروحوا نكتشفوا شخصية مهمة في الكفاح الجزائري، هو محمد العموري مع نور الهدى. إذن تصفيق على نور الهدى، مرحبا بك، تفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكيكم على حياة الشهيد محمد العموري. ولد الشهيد العموري محمد في جوان 1929 بولاد سي علي بلدية عين ياقوت. نشأ في وسط عائلة متواضعة تمتهن الفلاحة لكسب قوتها. تعلم القرآن الكريم وحفظه موازاة مع دراسته الابتدائية في الفترة ما بين 1935 و 1939، ثم واصل تعليمه بمعهد ابن باديس بقسنطينة حتى سنة 1947. ألقي عليه القبض سنة 1951 وأدخل إلى السجن إلى غاية 1952 بسبب نشاطه في صفوف الحركة الوطنية. التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1955، وفي نفس السنة كلف بمهمته إلى الولاية الثالثة. في سنة 1956 رقي إلى رتبة نقيب قائد المنطقة الأولى متحدثا باسم الولاية الأولى. في سنة 1957 عين عضوا في قيادة الولاية الأولى مكلفا بالجانب السياسي، وفي نفس السنة أصبح قائدا للولاية الأولى خلفا للسيد محمود الشريف
الذي أصبح عضو في لجنة التنسيق والتنفيذ. في شهر ماي 1959 شغل منصب قيادي في قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني. وقد اتسم العقيد محمد العموري طيلة حياته النضالية بالكفاءة العالية والشجاعة النادرة. استشهد سنة 1959. إن لله وإنا إليه راجعون. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. برافو 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 برافو. ده تصفيقة تصفيقة على هدى. تصفيقة. أوكي. يا أطفال، مقبلة تكلمنا على يتم الحرب، ودرنا عمو يزيد اليوم دار التفاتة للأيتام بصفة عامة، درت لهم أغنية، أغنية تتغنى باليتيم. هذه الأغنية تقول نقول فيها عيني لا تبكي. يلا تغنوا كامل معايا. مرة كنت مع صاحبي يوم من أيام العطلة، نادى صوت من قربي كانت أما لي عبد الله. مرة كنت مع صاحبي يوم من أيام العطلة، نادى صوت من قربي كانت أما لي عبد الله. قالت ابني يا حبي يا مهل أم إلي يلا. قالت ابني يا حبي يا مهل أم إلي يلا. عيني عيني لا تبكي يلا يلا كفي دموع، رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع. راح يجري يا أمي أمرك آت يا أمة، ماذا تريدين مني تحضن وتمسك يمنا. راح يجري يا أمي أمرك آت يا أمة، ماذا تريدين مني تحضن وتمسك يمنا. هاك الحلوى يا ابني وعيني تنظر وترى، هاك الحلوى يا ابني وعيني تنظر وترى. عيني عيني لا تبكي يلا يلا كفي دموع، رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع. عندها قلت في نفسي لو كانت أمي جنبي كانت تعطيني الحلوى وتزودني باللعب. عندها قلت في نفسي لو كانت أمي جنبي كانت تعطيني الحلوى وتزودني باللعب، لكن راحت عن زماني من تغمرني بالحب. لكن راحت عن زماني من تغمرني بالحب. عيني عيني لا تبكي يلا يلا كفي دموع، رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع. مهما خالي أو عمي أعطاني حبا جما، أو أبي أو كل الناس لن تعوضني أما. مهما خالي أو عمي أعطاني حبا جما، أو أبي أو كل الناس لن تعوضني أما. هي أمي كل الناس وستبقى أمي دوما. هي أمي كل الناس وستبقى أمي دوما. عيني عيني لا تبكي يلا يلا كفي دموع، رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع. برافو 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 برافو. إذن يا أطفال، اليتيم هو يتيم الأم يا أخي. إذن كانت هذه الأغنية هذه مهدية لكاع اليتامى، لازم نتفكرهم دائما. اليتيم ممكن أنك تتفكره بابتسامة
بزيارة، مش شرط أنك تعطي له نقود ولا تعطي له مال ولا تعطي له شيء، لازم تتفكروا لأنه اليتيم محتاج الحنان، الحنان يا أخي لازم نتهلاو فيهم. واش رايكم دركا نرحبوا بعمو أمين اللي جانا من سطيف بألعاب الخفة؟ يلا نرحبوا بعمو أمين، تفضل عمو أمين.
برافو 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 عمو امين، عجبكم عمو امين؟ واش رايكم دركا نروح نحكي لكم حكايه الارنب والدب زعرور؟ يلا كمل معايا. اذا يا اطفال كما وعدتكم مقبله راح نحكي لكم حكايه الدب والارنب. واحد النهار الارنب كان في البيت نتاعو، في البيت نتاعو يا اخي من حطب وكامل، في الصباح البكر الدب زعرور جا جايز على هذاك البيت هذاك وقعد يدير في الحس هكذا ويركز برجلو هكذا. الارنب هذاك عم بالو كان الزلزال ولا كش حاجه، ما خلاش كامل يرقد، خرج يجري هكذا. قال له واش كاين واش كاين؟ قالوا انا نمشي كيما نحب، انا هكذا نمشي هكذا نمشي. قال له بصح راك نوضتنا كامل ما خليتناش نرقدوا كامل. قال له انا هكذا نمشي. قال له بصح وكان تمشي بالعقل خير، لازم تحترم الغير. قال له انا هكذا. قال له ما نحترم ما والو. قال له انا هكذا نمشي، هو خانته القوه نتاعو. قال لك الارنب ما يدير لي والو، كل يوم هكذا، كل يوم مع الصباح يدير هكذا الارنب، ما يخليهمش يرقدوا ويزلزل كامل هذيك الارض هذيك، والارنب عم بالو الارض الدار ديالو راح طيح. الارنب غدوه مداك قال لنا لازم نروح نشتكي به، يا ربي لي من نشتكي به يا ربي. جاتو فكره، راح عند ملكه النحل، راح هكذا ملكه النحل. ملكه النحل قالت له ماذا تريد؟ من ينادي؟ قالها انا الارنب المسكين جيت نشكي لك من الدب وكامل. خرجت هكذا قالت له واش كاين؟ قالها فوالا كاين واحد الدب راهو كي يفوت على الدار هكذا، كي يجوز على الدار هذيك يزلزلها كامل، كلشي يتزعزع وكامل عم بان زلزال ولا كش حاجه. قالت له هضرت معاه؟ قالت له قال لها ايه انا قلت له، قلت له لازم يحترم الغير وكامل. قال لها انا ما نحترم حتى واحد، انا نمشي كيما نحب انا بحريه. قالت له صحه. قالت له غدوه نتفاهم معاه. غدوه من ذاك كلفت، كلفت السراب هذاك تاع النحل هذاك، قالت لهم تروحوا تلقنوا هذاك الدب درس ما ينساهش. خرجوا هكذا، خرجوا النحل كامل ورايحين، رايحين هكذا للدب. كي لحقوا عنده قعدوا هكذا قدامه، خاف هو، قال لهم يا ربي واش هذا واش هذا واش هذا؟ قالوا واش كاين؟ قالوا واش راكم ديروا هنا؟ قالوا انا نجمعوا في الرحيق تاع الازهار. قالوا بصح راكم قدامي، راكم قدامي. قالوا له نقعدوا وين نحبوا، نقعدوا بحريه احنا تاني، ندوا الرحيق تاع الازهار مين نحبوا ونقعدوا وين نحبوا دوك نلسعوك. قال لهم بصح لازم تحترموا الحريه تاعي. ايه قالوا له وانت احترمت الحريه تاع الارنب جشتك بك. اذا عمو يزيد نستخلصوا من الحكايه انه يجب احترام الاخرين وعدم اذيه الغير. بالضبط بالضبط يا اطفال، بوبي دائما جبنا حكم ملاح، لازم نحترم حريه الاخرين. لما تكون عندكم الجيران وكامل ما لازمش نديروا الحس بزاف، ما لازمش نديروا الحس في الليل والناس تكون راقده، ما لازمش نديروا الحس مع الصباح بكري، لازم نحترمه. واحد ما في الدار كي ينوض، ينوض غير بالعقل، بالك خوه مريض، بالك يماه ما تنوضش بكري، بالك كذا، ما لازمش يوقيد الغير، ما لازمش، لازم دائما يحترم حرية الغير. يا اخي اطفال برافو، يلا هاي. يا اطفال الحقنا دركا الركن اللي نحبوا انا اللي تجو كامل هنا تحكوا لي فيه النكت الجميله. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لنا؟ اروحي بنتي تعالي 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 اقعدي بنتي. واسمك؟ سلسبيل داود. وين تسكني سلسبيل؟ في باب الجراح. في باب الجراح يا الناس، احكي لنا النكته تاعك. كان واحد الراجل حيجيب صاحبه، من بعد قال لمرته بلي ما تاكليش الفرماج، كو تاكلي ان اكل مطلقه. ومن بعد هذاك الفر كلا كاع الفرماج، هذيك المراه قاعدة تتفرج. ومن بعد كي جا راجلها حل الفريجيدار قالها بلي شكون كلا الفرماج؟ قالها من اليوم تاكل مطلقه. ومن بعد هذاك الفر خرج قالها ايه يا خالية طلق مرتك على جاليه. برافو 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 برافو. تعال اروح
واسمك ولدي؟ داود محمد عبد الرحمن. داود محمد عبد الرحمن، اسمك طويل، نزقولك محمد ولا عبد الرحمن؟ واش نزقولك؟ محمد. محمد، احكي لنا وين تسكن محمد؟ بجره. في بجره، احكي لنا النكته تاعك. قال لك تحا جزائري وتحا مريكاني وتحا فرنسي. قال لهم الوزير اللي يدخل في هذه الحفره تاع الماء اللي يخرج بلا الماء نعطي له واش يحب. تحا مريكاني يدخل في الحفره تاع الماء خرج بالماء، تحا فرنسي يدخل في الحفره تاع الماء خرج بالماء، تحا جزائري دخل في الحفره تاع الماء خرج بلا الماء. قال له كيف انت خرجت بلا الماء؟ قال له اختارت قتلت نمله راحوا لجانب سته وخرجت. برافو برافو، اروحي بنتي تعالي تعالي اقعدي. واسمك؟ شيماء. شيماء، وين تسكني شيماء؟ في بن طلحة. في بن طلحة، خيار الناس. حكي لنا النكتة تاعك. كان يوم كانت واحد المعزغة لولادها ريحوا في الدار نحا نجيب لكم الحليب والحشيش ونجي، وما داتك راحت والديب كان مورش جرا يسمع فيهم ماذا طبطب لهذوك ولادها، وماذا تيك قالهم أنا يماكم بد قتلوا دخل أجلك، قال لهم لا لا أجل ما بيضة أنت أجلك أنت أجلك كحلة، وماذا تيك راح أصبغ أجلو بالبيض وكل الأحسن بد طبطب. قال لهم أنا يماكم بد دخل أجلهم بدأ شافوا قال لهم من بعد فتحوا له الباب كلهم كامل، وبعد تيك بقى واحد مخبي، وبعد كي جات يماه قال لهم ماما ذيبك لاقا خواتاتي، من بعد تيك هي راحت له فتحت له كرش، من بعد دارت له الحجر داخل جبدة حوي ولادها، بعد تيك هو كي راح يشرب من البير طاح. خلصت الحكاية. برافو برافو برافو. شو اللي عنده نكتة جميلة؟ تعال تعال اقعد. واسمك؟ دحمر عصام الدين. واسمك؟ دحمر عصام الدين. عصام الدين، وين تسكن عصام الدين؟ تقصراين. في تقصراين، احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد اسمه مخي، كان واحد اسمه مخي، وكان واحد اسمه وش دخلك؟ راح يدخلك يقرا ومخي راح يشقر انطيطة، راح المدرسة قلت للمعلم وش اسمك؟ قال وش دخلك؟ قلت للمعلم وش اسمك؟ قال وش دخلك؟ راح نادت المدير قلت للمدير وش اسمك؟ قال وش دخلك؟ قلت له وين مخك؟ قلت راح يشقر انطيطة. برافو. تعال 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 أقعد. واسمك؟ ياسين. وين تسكن ياسين؟ أنا أسكن في بحسن. في بحسن، احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد النهار جا حاج، واحد النهار شي صاب واحد الولد دته، ومن بعد نسيتها. وشنو؟ نسيتها؟ خلاص كي تفكرها رجع، معليش معليش وليدي، تعال تعال تعال. تفضل. واسمك وليدي؟ سعد الدين عبد الرؤوف. عبد الرؤوف، وين تسكن عبد الرؤوف؟ بن طلحة. في بن طلحة، تفضل خيار ناس، احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد ثلاثة رجال يديروا لابيسين، قال الحاكم تاعهم اللي يقعد ساعة في الماء طيروا مليا، ملكت الجزائري قعد زوج دقايق، وال هذاك الأمريكي قعد ساعة، وفرنسي قعد ثلاث دقايق. ملكة هذاك الجزائري راح للحاكم تاعو قال له أعطيني دراهمي، قال له منمج. برافو 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 يا أطفال يا أطفال، أسافروا كل أنحاء العالم بدون جواز سفر. أسافروا كل أنحاء العالم بدون جواز سفر. ذكرنا باسمك بنتي؟ طائرة. اسمك؟ سلسبيل فاطمة تزيري. وين تسكني؟ في باش جراح. باش جراح. الطائرة تفكير سليم، تفكير سليم، ولكن كاين شيء يسافر جميع أنحاء العالم حتى الأماكن البعيدة البعيدة اللي ما تلحقهاش الطائرة.
طائرة. طائر. طائر. لا لا، أسافر جميع أنحاء العالم، كل الأماكن نوصلها. واسمك؟ عماد. عماد، واش هو الجواب؟ القطار. القطار. لا لا ماشي القطار، كاين أماكن ما يوصلهاش القطار، كاين أماكن. واسمك؟ عصام. عصام، واش هو الجواب؟ الطائرة. لا لا ماشي الطائرة، لأنه كاين أماكن يوصلها هاد الشيء هذا والطائرة ما توصلش. واسمك؟ حكيم. حكيم، وين تكون حكيم؟ القبة. في القبة، واش هو الجواب؟ الصاروخ. لا لا ماشي الصاروخ، ماشي الصاروخ. شو اللي عنده الجواب؟ قول لي. سد الدين عبد الرؤوف. واش هو؟ سد الدين عبد الرؤوف. واش هو الجواب؟ السيارة. السيارة، لا لا، كاين أماكن، كاين أماكن. واش هي؟ طيارة. طيارة، لا لا ماشي الطائرة، ماشي الطائرة. يلا هل من جواب؟ واش هو؟ البابور. ماشي البابور. شكون؟ لا لا دوري منا، دوري منا. شكون حاب يقول لك؟ ها قولي. ها لازم تفكري وحدك. شو اللي عنده الجواب؟ انا عندك جواب. دراجه. دراجه ناريه. دراجه ناريه، لا 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 لا. طائر. واش هو؟ طائر. لا لا ماشي الطائر. واش هو؟ طائر. ماشي الطائر. قول لي شو اللي عنده الجواب؟ هل من جواب؟ بخيرة. بخيرة؟ لا لا. انت يا بنتي قولي لي وش هو؟ وش هو؟ نسيت. ها؟ نسيتي؟ معلش. ها؟ لا لا ماشي العصفور. هل من جواب؟ الحمام. ماشي الحمام. تفكير سليم ولكن الطابع. الطابع، برافو برافو. الطابع البريد هو لو تامبر. لو تامبر. إذن تعال 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 تعال. إذن الجواب هو طابع البريد، لو تامبر، تامبر دو بوست. يروح باغتو بلا باسبور يا أخي. إذن عمو يزيد يهديك قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة، مع سيدي لعمو يزيد من حق الطفولة، فيه 22 أغنية إن شاء الله تستفاد بهم. تفضل ولدي. العفو 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 العفو. دروك لحقنا الركن عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد آية، التحقي بيا آية. تعالي بنتي وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع آية وحنا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد. يلا عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نزهى نمرح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعوا له واصحابه يبركوا له، مش
أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل إذن آية 10 9 8 7 6 4 3 2 1 برافو 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 بنتي. إذن أيا مدام أنت من الأطفال اللي رسلونا بأربع قسمات من علب حليب رامي اختاروك اليوم باش تكوني معنا في عيد ميلادك، ورامي ممول الحصة يهدي لك هدية عبارة عن تابلت كيتس في هذا الكيس الجميل هذا. فوالا تفضلي بنتي إن شاء الله الله يخليك. وعمو يزيد يهدي لك كذلك شهادة مشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في ظرف هكذا. ليكم كامل يا أطفال غير تخرجوا تسيبوا الشهادة تاعكم في انتظاركم تدوهم معكم كذكرى. أنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل 3 على 5 تاع العشية على قناتكم الشروق تيفي. نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.